للحديث أكثر عن هيمنة الميليشيات في العراق وتعدي خطرها الاستهداف للناشطين وكذلك مظاهر ذلك وتداعياته، ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو المتخصص في ملف الميليشيات الأستاذ عبد الرزاق الحيالي. أستاذ عبد الرزاق، بداية مرحبا بك. في تقرير للبي بي سي البريطانية يقول إن العراقيين يعانون بسبب حرب الظل بين الولايات المتحدة وإيران، ما هي الأدوات المستخدمة في حرب الظل هذه في العراق؟ أهلا ومرحبا بك سيدي. سيدي الكريم، واضح أن الكلام صحة الكلام اللي كنا نقوله، يعني قوة الدولة ولا دولة، معركة بين قوة الدولة ولا دولة. واليوم إطلاق سراح الإرهابي قاسم مصلح ثبت للجميع أن قوة الدولة التابعة لإيران أقوى من السلطة. إحنا دولة ما عندنا، عندنا سلطة، ثبت ذلك. واغتيال الضابط نبراس هو كان تهديد على اطلاق سراح قاسم مصلح، والا يعني راح ننفذ اغتيالات بكل من صله بهذا الموضوع. والحقيقه انكشفت الدوله واطلقت سراح قاسم مصلح خاضعه للقوه الايرانيه الولائيه اللي موجوده على الارض. امريكا وايران تخادم واضح. أمريكا ما راح تقدم شيء للعراق بوجود بايدن، والمعركة اليوم بين الميليشيات أنفسها وبين الدولة. والقوة الحقيقة الظاهر للولائيين التابعين لإيران، وهذا صار واضح جدا. يدعي قاسم مصلح أنه كان خارج العراق، وأنا أعتقد ماكو ضابط قائد إذا يقولون الحشد تابع للدولة، فضباط الدولة القيادات من ضباط الدولة بالجيش والداخلية ممنوع عليهم السفر بدون موافقة رئيس الوزراء. فشلون راح قاسم مصلح خارج العراق؟ وإذا كان خارج العراق يعني صعب على قاسم مصلح يطلع أوامر الجماعة لتنفيذ اغتيالات. هذا يعني حجة القضاء الأعلى حجة ضعيفة جداً. مع العلم قاسم مصلح اعترف اعترافات مرئية وصوتية على أنه نفذ اغتيالات ضد الناشطين والمدنيين والوطنيين من الشعب. طيب، ما هو الدور الجديد الذي باتت الميليشيات تلعبه في ظل قواعد اللعبة الجديدة مع وصول الرئيس الأمريكي بايدن للبيت الأبيض؟ إيران تعرف كل الزين الديمقراطيين ما لهم شيء، يعني ما يشتغلون للعراق، ويعني هاي التجارب خاضتها إيران مع الأمريكان. وبايدن أطى إعاز على أنه ما له علاقة بالشأن العراقي، وقال إن ملف العراق أو اليمن أو لبنان راح يكون ضمن ملفات التفاوض مع أمريكا، وهذا إلى الآن ما ثبت ذلك. لذلك الحشد الولائي تقوى بجاية بايدن، والإيرانيين تقوى بالعراق بجاية بايدن. والآن الميليشيات، شغل الميليشيات دعم الأحزاب. أنت تدري، كل الشعب يدري، الميليشيات اللي تقدم 1000 واحد من اللواء، وهو اللواء ما بي 300 واحد، إذا باقي 700 خزينة يدعمون بها الأحزاب. واليوم أنت تشوف لا هادي العامري مرشح ولا المالك مرشح ولا كل الزعامات الولائية مرشحة للانتخابات، لكن كل واحد منهم سوال كتلة يدعمها بأموال الحج اللي هي بالأساس أموال العراقيين وأموال الخزينة العراقية. هذا الظهور القوي لقاسم مصلح بعد إطلاق سراحه، ما الرسالة التي يراد إرسالها من خلال هذا الظهور؟ سيدي، قاسم مصلح مو شخصية يعني لها دور. قاسم مصلح كان أيامنا من كنا في قوم في حسينية الإمام علي، كان أمنيته كلها قدر قيمة، هذا كانت مية قاسم مصلح. لكن بعد ما جاب أبو مهدي المهندس للحشيد وعرف للحشيد، اليوم اعتقل، هو ما همهم مصلح، همهم إذا راح مصلح راحوا هم، إذا ما وقفوا المصلح راح يقعون كلهم. لذلك اشتغل الحشيد، وهذه العامل بالتحديد، هذه العامل بالتحديد اشتغل وهدد مع منظمة بدر ومع العصائم، هدد الحكومة و يعني اشار الى ما يطلق سراح قاسم مصلح راح تروح الامور الى الفوضى. لذلك الولائيين اقوى من دوله رئيس الوزراء، واطلق سراح
اليوم انضرب الجيش، اليوم ضربت الدوائر الامنيه، اليوم انضرب القضاء العراقي، اليوم انفضحت مؤسسات الدوله العراقيه، ان لا عداله ولا دين ولا اخلاق يعني لهذه الميليشيات. والكل يعرف يعني اربع ارهاب اذا ذريع 10 سنوات ما يطلع. في اي اطار استاذ عبد الرزاق يمكن فهم تحذيرات اياد علاوي من سطوه السلاح المنفلت خلال هذه المرحلة وما سماها عصابات الإرهاب في العراق؟ نعم، المعركة القادمة يعني واضحة، المعركة القادمة كلها رايحة للفوضى. كل المسؤولين يقولون يعني احنا الدولة كلها رايحة للفوضى، كل الوضع رايح للفوضى، لأن ما في سيطرة على الإطلاق. الميليشيات الولائية ماخذة قرارها انه الصف المدنيين والوطنيين والعراقيين، والدولة لا حول ولا قوة، والوضع انكشف للشعب العراقي وانكشف للعالم كله. وصول قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاني لبغداد في هذا التوقيت بما تفسره؟ حاكم العراق كان في زيارة لإيران وعاد للعراق. قاني حاكم العراق كان في زيارة لإيران وإجى للعراق اليوم، هاي معنى قاني. قاني أنطى أوامره والحكومة نفذت أوامره، وتفضل راح لبنان، كذلك عدى ذراع اخر هناك بلبناني يعني يمشي ويعطي اوامره. هذا هو قاني. اليوم كلنا احنا نسير باوامر قاني، كل هاي الميليشيات تسير باوامر قاني، كل القتل باوامر قاني، كل القطف باوامر قاني، وهاي الحقيقه يعرفها دوله رئيس الوزراء والمخابرات والاستخبارات والامن والجيش وكل مفاصل الدوله تعرف من هو القاتل، وتعرف من هو المختطف، وتعرف من هو السارق، وتعرف من هو يعمل على دمار العراق، وهذه بعد ما يحتاج لها ادله. نعم. من مالمو المتخصص في ملف الميليشيات الاستاذ عبد الرزاق الحيالي، شكرا جزيلا لك.